امبارح يوم السبت ظهر جيسوف بس مباشر على ويف، واول حاجه عملتها انها حيت المعجبين من بعد ما انتهت من تصوير مشهد في درامتها قادمه انفلونزا. وخلال البث المباشر جاوبت جيسو على اسئله كتيره جدا طرحها المعجبين، واول حاجه قالها المعجبين ان جيني تقدر تعمل شكل قلب بيد واحده ولكن جيسو ما تقدرش، وعشان كده بدات جيسو تحاول تقلد جيني. وعشان كده ردت جيسو وقالت ان جيني دايما بتحب تعمل اي حاجه بتطلع ترند. مش بس كده، كمان قالت جيسو للمعجبين انها عملت اختبار الام بي تي اي وكانت النتيجه ان تي بي. وضحت جيسو انها دايما بتكرر الاختبار ده عشان تشوف ازاي كل مره بتطلع النتيجه مختلفه. كمان سال واحد من البلينك جيسو عن لون الشعر اللي بتتمنى تعمله، وبكل ثقه ردت وقالت اللون البني الفاتح او الاحمر او حتى البرتقالي، وحتى قالت انها عندها رغبه كبيره تجرب كل الالوان اللي ظهرت في فيلم انترنال سانشاين. كمان اتكلمت جيسو عن صعوبه تصوير فلوج جديد في الوقت الحالي، وده لانها دايما مشغوله. مش كده بس، كمان علقت جيسو على اداء ليسا في حفل لجالا الخيري، وقالت ربما كانت ليسا تشعر بالتوتر. انا ايضا اريد مشاهده العرض واعلم انها دايما تؤدي بشكل جيد جدا. كمان ختمت جيسو كلامها عن ليسا وهي بتعبر عن ثقتها في قدرات ليسا العاليه، وده اللي اكد للبلينك دايما احساسها بالفخر في كل مره بتتكلم فيها عن ليسا. ومش بس كده، كمان سال واحد من المعجبين جيسو هل من الممكن انها تشارك في احد البرامج المتنوعه ولا لا، وللاسف كان ردها لا. فجيسو اعترفت انها ما عندها الثقة في المجال ده، وقالت وهي بتضحك انا سيئة حقا في البرامج المتنوعة، ولهذا انا غير متأكدة لان البرامج المتنوعة صعبة للغاية. ولكن رغم كده اقترحت على المعجبين دعم جيني في برنامجها المتنوع بارت من 44، وقالت بالتحديد التالي: من فضلكم اعطوا كثير من الحب والدعم لجيني في برنامج بارت من 44، جيني انها قادمة. ومع نهاية البث المباشر حب المعجبين جدا مقدار الحب والدعم في كل كلمة قالتها جيسو عن عضوة بلاك بينك سواء كانت جيني او ليسا، وده لانها دايما على كامل الاستعداد لتقديم الدعم المطلوب لكل من حواليها. اكتب لي في التعليقات انت رايك كيف اخبار النهاردة، وما تنساش الاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد عن بلاك بينك.